السلام عليكم أعزائي الطلاب، وأهلا وسهلا بكم من فضائية العراق التربوية وفي درس جديد من دروس مادة الفيزياء للصف السادس العلمي. درسنا لهذا اليوم هو الفصل الثاني، الحث الكهرومغناطيسي، ووصلنا أنا وياك عزيزي الطالب إلى موضوع الفيض المغناطيسي. طبعا بداية عزيزي الطالب، هو احنا عرفنا شلون تتولد القوة الدافعة الكهربائية المحتثة، وأنا وياك عرفنا أن العامل الأساسي لتوليد القوة الدافعة الكهربائية المحتثة هو حصول التغير بالفيض المغناطيسي. هذا التغير بالفيض المغناطيسي شلون حصلت عليه؟ فإذا تتذكر عزيزي الطالب في دروسنا السابقة كان إحدى الطرق الحركة النسبية بين الموصل والمجال المغناطيسي، وفي دروسنا السابقة أيضا عرفنا أنه ساق موصلة تتحرك في مجال مغناطيسي منتظم، أيضا هاي إحدى الطرق. تعال أنا وياك نتعرف على طريقة أخرى في الحصول على القوة الدافعة الكهربائية المحتثة. عزيزي الطالب، بداية نجي احنا عرفنا الفيض المغناطيسي، وعرفنا ان القوة الدافعة الكهربائية المحتثة الاي اندكشن هي حصول تغير في الفيض المغناطيسي اللي يخترق حلقة موصلة او ملف سلكي. فاذا عندنا عدة طرق إلى بالإضافة إلى شنو؟ الحركة النسبية اللي أخذناها في الدروس الماضية، الحركة النسبية بين الساق المغناطيسية والحلقة الموصلة أو الملف السلكي. فتعال أنا وياك عزيزي الطالب نشوف من هاي الطرق. أولا هو تغيير قياس زاوية ثيتا بين متجه المساحة أي ومتجه كثافة الفيض المغناطيسي، وأكيد أبسط مثال على ذلك هو دوران ملف نواة المولد داخل مجال المغناطيسي منتظم. هنا أنا عزيزي الطالب أريد أوضح لك شيء بسيط، أنه أنا عرفت أن كثافة الفيض المغناطيسي بي هي الفيض لوحدة المساحة. فإذا أريد أنا الفيض المغناطيسي مقداره فحيكون بي دوت اي، فهذا الدوت اذا اريد افتحه فحيكون بي اي كوساين ثيتا. عزيزي الطالب، باعتبار ان الدوت هو ينفتح بمقدار كوساين ثيتا. منو ثيتا عزيزي الطالب؟ ثيتا هي الزاوية المحصورة بين متجه المساحة السطحية اي ومتجه كثافة الفيض المغناطيسي بي. إذا أول طريقة لكي أحصل على تغير بالفيض المغناطيسي أنه غيرت بمن؟ نغير قياس الزاوية ثيتا. أي زاوية؟ الزاوية المحصورة بين متجه المساحة أي ومتجه كثافة الفيض المغناطيسي بي. كمثال إلها مطيك عزيز الطالب هو دوران الملف نواة المولد داخل مجال المغناطيسي المنتظم. إذا هنا عندك عزيز الطالب متجه المساحة هذا أي شي يكون هنا، وعندي هذا هو متجه كثافة الفيض المغناطيسي بي اللي يخترق هذه الحلقة الموصلة. طبعا أكيد متجه مساحته دائما يصنع زاوية حادة قياسها زاوية ثيتا مع متجه بي، فبهذه الحالة حاط الفيض المغناطيسي الذي يخترق فاي تساوي قلنا بي اي كوساين ثيتا، باعتبار ان الفيض قلنا هو بي دوت اي، افتح الدوت فمقداره يعطى بي اي كوساين ثيتا. فدائما مركبة كثافة الفيض المغناطيسي البي كوساين ثيتا العامودية على مستوى الحلقة هي التي تحدد مقدار الفيض المغناطيسي الذي يخترق الحلقة. هنا عزيزي الطالب أنا وياك توصلنا أنه إذا كانت كثافة الفيض المغناطيسي بي عمودية على مستوى الحلقة، فحيكون الفيض المغناطيسي الذي يخترق مساحة الحلقة عندنا بأعظم مقدار في هذه الحالة، وتكون الزاوية ثيتا بين متجه المساحة أي ومتجه كثافة الفيض بي تساوي صفر.
ليش عزيزي طل؟ تعال هنا انا وياك نشوف هذا الرسم الامامك، هذا هو منو؟ متجه كثافة الفيض المغناطيسي، وهذا من عندك هذا مستوي الحلقة مالتك. هنا الزاوية انا اريدها بين من وبين من؟ بين متجه كثافة فيض ومتجه الوحدة المساحة. متجه وحدة المساحة دائما شي يكون عامودي على المستوي. إذا بهذه الحالة الزاوية بين بي وبين أي تساوي صفر درجة. إذا بهذه الحالة عندي الفيض المغناطيسي حيكون بأعظم مقدار بي أي، باعتبار الفيض هو بي أي كوساين ثيتا. نعوض عن الثيتا بصفر، بي أي كوساين صفر، كوساين الصفر واحد، إذا بأعظم مقدار. في حالة شنو؟ إذا كان متجه الكثافة بموازاة متجه المساحة. وطبعا هذه دائما بالأسئلة الرياضية يعطيك إياها، يقول لك ما مقدار القوة الدافعة الكهربائية إذا كان متجه المساحة بموازاة متجه كثافة الفيض. فإحنا نعرف إذا كان بالموازاة فالثيتا في هذه الحالة صفر، فحيكون عندي أعظم مقدار فيض مغناطيسي. تعال أنا وياك عزيزي الطالب نشوف الحالة الثانية، أنه هذا عندك مستوي الحلقة، هذا عندك كثافة الفيض المغناطيسي، أنا أريد الزاوية بين من وبين من عزيزي الطالب؟ بين متجه المساحة أي ومتجه كثافة الفيض. إيش قد حتكون الزاوية بهاي الحالة؟ حتكون الزاوية هنا عندك 90. إذا هنا كوساين 90 صفر، إذا ما عندي أي فيض مغناطيسي. باعتبار عزيزي الطالب عندي ملاحظة مهمة جدا، يجب أن تكون الزاوية ثيتا بين من؟ بين متجه المساحة أي ومتجه كثافة الفيض المغناطيسي. وأيضا معلومة ثانية، دائما متجه المساحة يكون عمودي على مستوي الحلقة أو اللفة. إذا عرفنا الحالة الثانية، أنه إذا كان متجه كثافة الفيض المغناطيسي شيكون عمودي مع متجه المساحة، وقلنا بهاي الحالة حتكون الزاوية عندي تكون 90، وإذا كانت الزاوية 90 فحيكون عندي كوساين 90 صفر، فما عندي أي فيض مغناطيسي. أي إذا كانت كثافة الفيض المغناطيسي بموازاة مستوي الحلقة، في هذه الحالة لا يتوفر فيض مغناطيسي يخترق الحلقة باعتبار الثيتا حتكون 90. طبعا عزيزي الطالب أيضا شوي أحب أنوه على هذا الموضوع، احتمال بالأسئلة تورد عندنا في أسئلتك في الكتاب في نهاية الفصل أو بالأسئلة الوزارية، إذا انطاك الزاوية مثلا يقول لك الحلقة دارت مع أو عكس دوران عقارب الساعة، وصنع الزاوية بين متجه كثافة الفيض المغناطيسي ومستوي الحلقة، مثلا قال لك بمقدار 30، بين من وبين من؟ بين متجه كثافة ومستوي الحلقة، وصنع الزاوية 30. أنا بهذه الحالة الثيتا مالتي لازم شو تكون؟ 90 ناقص 30، حتى شنو؟ أطلع الزاوية بين متجه كثافة ومتجه المساحة. أما إذا بالسؤال أنطاني قال لي الحلقة دارت مع أو عكس دوران عقارب الساعة، وصنعت زاوية مثلا قياسها 60 بين من؟ بين متجه كثافة فيض ومتجه المساحة. بهذه الحالة ناخذها نفس الزاوية المعطاة ونطبقها في العلاقات الرياضية. إذا عزيزي الطالب انتبه للزاوية، الزاوية مالتك بين من وبين من عزيزي الطالب؟ يجب أن تكون بين متجه الكثافة الفيض بي ومتجه المساحة، هي هاي الزاوية اللي آخذها وأطبقها في العلاقات الرياضية.
نجي الى تغيير ثاني، يعني انا هسه اريد اغير الفيض المغناطيسي، فاول تغيير اخذناه بالزاويه ثيتا. تعال انا وياك نشوف التغيير الثاني، اذا اريد اغير الفيض المغناطيسي فاكيد حغير بالمساحه اي، باعتبار الدلتا حتكون المن للمساحه اي، سواء كان مساحه الحلقه او مساحه اللفه من الملف. هنا أنا عزيزي الطالب التغير بالمساحه حيكون عندي بهذا الشكل عزيزي الطالب، انه تغيير مساحه الحلقه المواجهه للفيض المغناطيسي فاي سب بي المنتظم، ويتم ذلك مثلا بكبس الحلقة أو شدها من جانبيها المتقابلين فتقل بذلك المساحة، وأيضا أقدر أنا بإمكاني أن أزيد المساحة وذلك بإزاحة الساقة الموضحة. شوف الشكل أمامك عزيزي الطالب حتى أنا وياك يتوضح عندنا التغيير الثاني اللي هو التغير بالمساحة. فأما إحنا قلنا أما نعرضها لقوتي شد من جانبيها فحتقلل مساحة، شوف هاي عزيزي الطالب هذه الحلقة هنا أنا عرضتها إلى قوتي شد من جانبيها المتقابلين، بذلك قلت المساحة أي. زين، هل بالإمكان أن أزيد المساحة أي؟ نعم، وذلك بإزاحة الساق نحو اليمين فتتغير المساحة من أي أكس نوت في ال الى اي اكس في ال، ومنها نجد التغير بالمساحه اي ناقصا اي سب نوت. وبهذا فان التغير في الفيض يعطى بالعلاقه بي دوت دلتا اي، باعتبار التغير وين صار عزيزي الطالب؟ في المساحه. هذا الشكل هو الامامك عزيزي الطالب، هاي ودي نسحبها وين؟ نحو اليمين، فدا ازيد شنو؟ المساحه اي، فحتكون عندك هذه هي المساحة أي. إذن عرفنا التغيير الثاني بالفيض المغناطيسي أنه في حالة نعرض الحلقة إلى قوتي شد من الجانبي متقابلين، أو احتمال نزيد المساحة أن أحرك ساق في مجال مغناطيسي أي بإزاحته في مجال مغناطيسي، وبهذه الحالة أنا حصلت على تغير بالفيض. يعني باعتبار أنا عندي العلاقة أن الفيض المغناطيسي هو بي في أي كوساين ثيتا، أخذت التغيير الأول بمن؟ بالزاوية ثيتا، أخذت التغيير الثاني بمن؟ بالمساحة أي. تعال أنا وياك عزيزي الطالب نشوف التغير الثالث بكثافة الفيض المغناطيسي. طبعا عزيزي الطالب التغير بكثافة الفيض المغناطيسي يكون ذلك بتحريك الحلقة الموصلة بمستوى عمودي على فيض المغناطيسي المنتظم، أي دفع الحلقة لإدخالها في مجال مغناطيسي منتظم أو سحبها لإخراجه منها، وينتج عن ذلك تغير في الفيض المغناطيسي الذي يخترق الحلقة لوحدة الزمن في أثناء دخول الحلقة في المجال المغناطيسي أو في أثناء خروجها. هذه الحلقة عندك عزيزي الطالب هنا في أثناء دخولها طبعا تغير كثافة الفيض المغناطيسي، وفي أثناء الخروج أيضا صار عندي تغير بمن؟ بالفيض المغناطيسي، وإن وحدة الفيض المغناطيسي فاي سب بي في النظام الدولي للوحدات هي الويبر، ويرمز لها دبليو بي. أما المعدل الزمني للتغير في الفيض المغناطيسي فدلتا فاي سب بي على دلتا تي في النظام الدولي للوحدات فيقاس بوحدات ويبر على سكند، وعندئذ تكون القوة الدافعة الكهربائية المحتثة مقاسة بوحدة الفولت. إذن عزيزي الطالب في درسنا لهذا اليوم تعرفنا على الفيض المغناطيسي، وعرفنا شلون نغير الفيض المغناطيسي للحصول على قوة دافعة كهربائية محتثة، واخذنا ثلاث طرق، اما نغير بالزاوية واما بالمساحة واما بالفيض المغناطيسي، وكل هذه العوامل هي اللي يعتمد عليها الفيض المغناطيسي.
إلى هنا أعزائي الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم، آملين أن يجدد اللقاء بكم في درس جديد من فضائية العراق التربوية. شكرا لإصغائكم.